السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالجميع مع الدرس الأول في جزء الكهرباء لمادة الفيزياء للسنة الثانية بكالوريا بجميع شعبها العلمية نبدأ على بركة الله لوديبول RC نعتبر هذه الدارة الكهربائية التي التي أمامنا هذه الدارة الكهربائية نلاحظ أنها تتكون أساسا من دارتين اثنتين دارة أولى والمكونة من جينيراتور كوندونساتور سي لو دان كوندونساتور اي ري ريزيستونس او بيان كوندكتور كوندكتور اوميك ثم دار ثانيه والتي تتكون فقط من لو كوندونساتور اي لو كوندكتور اوميك في هذا الدرس في لو ديبول ار سي الشيء الذي دفعنا الى القيام او الى رسم هذه الدارة الكهربائيه هو اننا اون فو ايتوديي لا شارج اي لا ديشارج دو كوندونساتور هذا كيتسمى لنا كوندون كوندونساتور ومثل هذه التعريف لي ديفينيسيون دي شوز غتلقاوهم يعني الاستاذ غادي يديروا معكم في, في في الكلاس فلذلك ارسائيتو ان اعطيكم الاشياء التي غالبا ما تطرح سواء في الفروض او في الوطنيات طيب دون سو ساكوي او بيان في هذا لو اون فا ايتوديي دو شوز لا شارج دو كوندونساتور اي لا ديشارج دو كوندونساتور لا شارج دو كوندونساتور كيتسمى لنا ايضا بلا غيبونس دان ديبول ار سي هذا كامل كيتسمى ديبول ار سي

وفي هذا الساكوي، سي لو ساكوي دو لا ديشارج، لا ديشارج دو كوندنساتور، لا ديشارج، تخي بياه. ألوغ، بور لا شارج وبور لا ديشارج، الغاية من الدراسة هو أننا خاصنا نحددو واحد المعادلة تفاضلية، حل المعادلة التفاضلية، إيجاد ثوابت الحل بدلالة بارامترات الدارة، اللي هما لي كونستونت، وحنا غادي نتعرفو عليهم، ثم معرفة المقدار أو واحد المقدار اللي كيتسمينا بالثابتات الزمن، معرفة الأهمية ديالو، معرفة كيفية تحديد القيمة، القيمة ديالو، ثم أخيرا غادي نتعرفوا على لينغجي أو ماغازيني دون لو كون، دون لو كوندونساتور. فهاد لو سيركوي ككل، ككل، فراه لي فاريابل اللي غادي ندرسو، لي فاريابل سون كات، لي فاريابل. هاد لي فاريابل اللي هما أربعة، غنتعرفوا عليهم اللي هما إي سي. C'est la tension aux bornes de condensateur. UR, la tension aux bornes de conducteur ohmique. Coulant, la charge de condensateur. Et I, c'est l'intensité de courant qui circule dans le, dans le circuit. On va faire les unités. U, la tension, c'est le volt. UR, la tension, c'est le volt. Coulant, la charge, le colonne. Et I, c'est l'intensité de courant, c'est. الان الامبير هادو هما لي فاريابل وهاد لي فاريابل هما اللي غادي نبقى نحددوا ليهم لي زيكواسيون ديفيرونسييل شنو هي لي كواسيون ديفيرونسييل لحد الان مازال ما, ما عارفينهاش ولكن غادي نتعرفوا لها بسيط جدا تحديدها نتعرفوا الان على لي كونستونت لي كونستونت اما كيتسموا لينا لي كونستونت ولا كيتسموا لينا لي بارامتر دو سيركوي بارامترات الدارة هاد لي كونستونت سون 3 اللي هي او أه. كتسمى لينا La force électromotrice, ça veut dire la tension aux bornes d'un générateur idéal, c'est la force électromotrice. Ou si on a l'abréviation de la FEM, la force électro électromotrice. E, ma R, la résistance de conducteur ohmique, so C, la capacité de conducteur ohmique. Il faut analyser les unités. E, c'est l'unité le volts, R, l'unité c'est l'ohm. et c'est le t c le le farad c'est le farad donc عندنا 4 ديال لي فاريابل وعندنا 3 ديال لي كون ديال لي كونستانت طيب الان هاد لي فاريابل هما اللي بغينا نحددو ليهم لي زيكواسيون دي ديالهم كيفاش انني ممكن انني نحدد لي زيكواسيون دي فيرون قبل ما نهضر على لي زيكواسيون دي بالنسبه لو ديبول لو ديبول ار سي لو ديبول ار سي العلاقات اللي كيتميز بها هما هادو فيجب عليك أن تكون على دراية بهذه العلاقات أن كيلون اللي هي لا شارج دو كوندونساتور سي ان فاريابل كتساوي لنا سي فوا او سي هذه علاقة ثم او سي كتساوي لنا كيلون على سي جبناها غير من هنايا ثم لانتونسيتي دو كورون سي لا فارياسيون دو كولون بارابور او طون ثم اي ايكال سي فوا دي دو او سي على دي دو تي ثم او ار ايكال ار فوا اي سي لا لوا دوم ثم او ار ايكالا ار دي دو كولون على دي دو تي، هاد اي هي هادي، اذا عوضتها هنايا، ثم او ار ايكالا ار فوا سي دي دو اس على دي دو تي، علاش؟ لان اي كتساوي لنا سي فوا دي دو اس على دي دو تي، اذا في هذه العلاقة الله يرضي عليكم حاول انك انك فين ما باغي تخدم شي اكزارسيس انك تكتبهم وتحطهم قدامك، اذا كتب هادو وحطهم قدامك وكتب هادو، ها لي فاريابل اللي عندنا، ها لي كونستانت اللي اللي عندنا. ثم من بعد بعد ذلك كتعرف شكون هو لو فاريابل اللي باغي تشتغل اللي باغي تشتغل عليه واش باغي نشتغلوا على او سي ولا على او ار ولا على كولون ولا او لا على اي طيب قبل ما غادي نشتغلوا على لي فاريابل ولا نحدوا لي زيكواسيون ديفيرونسييل انا كنفضل اننا نجيو بعدا نهضروا شي شويه على هذه الداره هذه الداره اللي عندنا بالنسبه لا شارج الا هاد غلقته بمعنى درتو في لابوزيسيون لابوزيسيون 1 بوزيسيون ا فهاد الحاله تنقول عندي لا شارج دو كوندونساتور عندي لا شارج دو كون

qui est le, le courant. Donc, madame a un récepteur. Et ce récepteur, il a ensemble les tensions. Je hum. ne sais si tu as les tensions. La tension de l'hada, c'est UC. Ou la tension hu, de l'hada, c'est UR. Madame a un récepteur. Je ne sais pas si tu as le courant. Madame récepteur. fait le sens du courant et le sens inverse de la tension. Et maintenant, il a un récepteur. ولكن كذلك ينزل لاتونسيون غادي يكون طالع U U R دونك هذا هو كيتسمى لا كونفونسيون ريسيبتور دو كوندونساتور سي لا كونفونسيون ريسيبتور دو كوندكتور دو كوندكتور اوميك ار مزيان تري بيان الوغ اون كونتينيو الان ملي درنا لي طونسيون كيخصني نهضر على واحد العلاقه اللي مهمه جدا اللي كتجمع ليا ما بين هاد لي طونسيون والتي سوف تكون بمثابه علاقه انطلاق للبحث عن لي زيكواسيون دي ديال هاد الربعه ديال فا ديال لي فاريابل اشنو كتسمى هاد العلاقه هادي كتسمى لينا لا لوا دا ديتيفيتي دي طون دي طونسيون ها هو لوا دا ديتيفيتي دي طونسيون لوا دا ديتيفيتي دا دي تيفيتي دي طونسيون شنو كتقول لينا هذا شنو تيقول لينا هذا اللوا هذا تيقول لك او ديرها فواحد السيركوي اون سيري En série, ça veut dire, on a en maintenant Mais en en parallèle, dans un circuit en série, la somme des tensions des générateurs égale à la somme des tensions des récepteurs. Quand je dis le circuit, quand un générateur est là, je vais voir la tension de l'eau, c'est E. Très bien, donc c'est E. E. Qu'est-ce que c'est que ça Je vais voir le récepteur, la tension de l'eau, c'est UC. Plus

باغي نشوف التغير ديالو بدلاله بدلاله الزمن فهاد الوسيط المعلوماتي كيفاش انني غادي نقدر انني نبرونشيه في في لو ساكل لان هادي بارمي لي كيسيون اللي كتحطونا سوا في الفرد سوا سوا في الناسيونال تيقول لك كومون برونشي دون لو ساكوي هاد لاكيزيسيون دو سيستيم اي او بيان لو سيستيم داكيزيسيون لو سيستيم داكي داكيزيسيون اشنو كدير الا كنا كنتبعو او سي او سي هذا كنديرو تتبع ديال هذا كنجي لهنا وكندير دو تخي على تخي الاول عفوا دو تخي دو تخي, تخي. تخي الاول هو هذا ثم الثاني بحيث ان هاد جوج ديال جوج ديال 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 لي تخي هذا مع هذا تيكونوا ما بين لي كون لي كوندونساتور ثم كنشوف السهم هاد السهم هذا هذا شو كيتسمى سي لوريجين الاصل ديال السهم هنا تيكون لاماس كيتسمى لينا لاماس ها هو لاماس وكنديرو على هذا الشكل ثم هذا هو الصومي بمعنى كيمثل لنا البوزيتيف كيمثل لنا البو البوزيتيف دونك هنا كيكون كي عندي لونطري Y لونطري Y اذا هكذا كنبرونشي لو سيستيم داكيزيسيون الا بغيت ندير التتبع ديال ديال او سي الا بغيت ندير التتبع ديال او ار هنا بالنسبه بالنسبه لهذا سوا او سي سوا كولون سوا اي بحال بحال سوا او سي سوا كولون سوا سوا اي بالنسبه ل ار غير هذا كنزلو لتحت وهذا كنجيبو كنجيبو لهنايا يعني. اذا كنشوف الاصل ديال السهم مع الراس ديالو دائما الاصل ديال السهم هو النيجاتيف سافي دير لا ماس ثم الراس ديال السهم هو البوزيتيف كندير فيه لون لونتري تري بيان وكيفاش غادي يكون هذا لو غادي نتعرفوا عليه بعد ما نحددوا هذه المعادله المعادله التفاضليه دونك ليكواسيون ديفيرونسييل الو اون كومونس اون كومونس بار ليكواسيون ديفيرونسييل ليكواسيون ديفيرونسييل ديفيرونسيال دو او سي نبداو بي سي ديال هذا ليكواسيون ديفيرونسيال دو دو او سي كتلاحظوا انني قبل ما نهضر على ليكواسيون ديفيرونسيال اول علاقه كتبتها هي هي هذه هذه العلاقه اللي كتبتها منين جبتها جبتها من هذا من هذا لو سيركوي ثم انا راني حاط قدامي فرق الوسخ حاط قدامي هذه العلاقات كاملين أنا راني عارفهم تري دونك الا بغيت ليكواسيون ديفيرونسيال ديال ديال او سي اشو تيقول لنا تيقول لك نبداو ب

يو ار يو ار اشكون بارمي لي بار لي فاريابل اذا الا كانت بارمي لي فاريابل فغادي نخرج منها يو سي ما معنى غادي نخرج منها بمعنى ان كاينه شي علاقه ما بينها وما بين يو سي شنو العلاقه اللي ما بين U ار وما بين يو سي كنقلب في هذه العلاقه اللي هنا كنجي كنلقى هذه العلاقه الاخيره ان U ار كتساوي لنا ار في سي في دي دي يو سي على على دي دو تي فكنحط هنايا دونك او ايغال ا سي بلس Sommet, que On sait que, ça, on sait que, quoi? On sait que, ur, égal à r, fois c, déduit uc à la, à la d d t. Très bien. Sommet, alors, vient donc, qu'est-ce que c'est de l'équation? e, égal, e, constante, égal, uc, variable, plus. R كونستانت C كونستانت دي دو او على دي دو تي فاريابل دونك لقيت ليكواسيون ليكواسيون عندك فيها المشتقه ديال لو ديال ثم لو الوحيد اللي كيكون هو داك على من كتقلب كنقلبوا على ليكواسيون ديفيرونسييل ديال اش ديال او سي فلذلك كندير او ايغال او سي ار فوا سي دي دو على شوفوا لي في واحد اخر بلا UC. La qu'afacat u s. Si on complète, on transmet sur la manière d'écouation différentielle de d'iel Très bien. Un chiffre d'iel u r. Ou le d'iel L'équation différentielle de Coulon. L'équation différentielle. on va dire quand l'abréviation. L'équation différentielle de Coulon. Un abrèvement d'iel Coulon. Fachez-nous brie la de l'équation différentielle. Hadi l'effet ça fait quand c'est à لانني غادي نبدا من العلاقه الاولى دائما غادي نبداو من العلاقه الاولى فكنجيو كنشوف او اش تكون بارميلي كونستانت اذا ما غاتعطيش ليا لو فاريابل غادي نشوف الان او سي بارميلي فاريابل اذا ممكن انني نخرج منها فا فاريابل اللي هو اللي هو كولون فشنو كندير كندير اون سي كو اون سي كو كوا وكنجي لهنا كنشوف واش كاينه شي علاقه ما بين او سي وما بين كولون كنلقى او سي ها كولون بيان دونك كاين علاقة ما بين أو سي وما بين كولون فكنكتبها أو سي إيكال كولون سيغ سي ثم أو ار أشكون فاريابل إذا غتكون علاقة بينها وبين كولون شنا هي أو ار أو ار ها هو دي أو آغ كيكال آر فوا دي دو كولون على على دي دو تي إذا حتى هي كنعرفها أو آر إيكال آر فوا دي دو كولون سيغ دي سيغ دي دو تي بادون سيغ دي دو تي انهم عاد عفاكم نعاود نكتبو مزيان اذا كتلاحظوا ان اي علاقه كنبغيها كنمشي لهذوك العلاقات اللي عندي اللي عندي في الجنب ولكن اول علاقه كنبدا بها هي لا لوا دا دي تي في تي دي طون دي طونسيون تري بيان دونك اون سي كو اي سي ايغال كولون سور سي اي يو ار ايغال ار فوا دي دو كولون سور دي دو تي وكنعوضهم كنجي لهنا وكنعوض اذا او e ايغال كوا او e ايغال يو سي هي كولون على سي كولون سور سي بلس يو ار اللي هي ار فوا دي دو كولون سور دي سور دي دو تي تري بيان راه حنا لقينا ليكواسيون ديفيرون ديفيرونسيال اذا كتلاحظوا اننا كنخرجوا ليكواسيون ديفيرونسيال اون سي كو كن كنجبد على حساب لو فاريابل اللي بغيت لي غولاسيون اللي كيتعلقوا لينا ثم كنعاودوا فكنلقى ليكواسيون ديفيرون ديفيرونسيل خليتيها هكذا صحيحه ضربتي كلشي في سي صحيحه الا بغيت تخلي هاد لو فاريابل بوحدو اذا الا ضربنا كلشي في سي غتعطي لينا دونك سي او -E بلس كولون لوطون ليس بلس وانما ايغال ايغال كولون بلس ار فوا سي دي دو كولون سور دي دي دو تي تما فهمت شنو درت ضربت كل شيء في سي فاش كنقول نضرب كل سي شي في... كل شيء في سي بمعنى هذه نضربها في سي وهذه في سي وهذه في سي ضربنا هذه في سي 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 او ضربنا هذه في سي سي مع الصيغه تمشات بقى لنا كيلو ثم غنضرب هذه في سي اللي هي ار سي دي دو كولون سوغ سوغ دي دو تي دونك سي كوم سا اون ديتيرمي ليكواسيون ديفيرونسيل ديال ديال كولون تخي بيان الان جو ديال اي ليكواسيون ديفيرونسيل ديال او ار نبداو يو ار ليكواسيون ديفيرونسيل ليكواسيون ديفيرونسيل دو او ار هنا غادي يكون عندي واحد الاختلاف اما هو ان العلاقه اللي غنطلق منها فعلا هي هذه ولكن قبل ما نجي لان سي كي ندير واحد الخطوه كنلاحظوا ان اي سي مع مباشره كنكتب ليكواسيون لا بلوتو لا لو دا ديتيفيتي دي طونسيون دي دي كنجي على حساب لو فاريابل اللي بغيت كنجبد العلاقه هنايا فكنحطهم مباشره ولكن بالنسبه ل او ار وبالنسبه ل اي e كيخصني ندير واحد الخطوه شنو هي الخطوه هذه الخطوه اللي كيخصك دير هو انك تاخذ هذا لو دا دي تي في تي دي طونسيون فكدير ليه لا ديريفي علاش كنديروا ليه لا ديريفي غادي تشوفوا معايا علاش الا بدينا من هنا بغينا لي كواسيون ديفيرونسييل ديال ايش؟ ديال او دي ار مزيان او كونستونت ما تعطي لي حتى شي حاجه او سي فاريابل هادي بارمي لي لي فاريابل اذا كيخصني نخرج منها او ار ما معنى نخرج منها مي معنى كي U او سي اون فونكسيون دو او ار او سي بدلاله او ار فاش كنجي اللي هنا كنلقى أن أو آر بدلالة أو سي وماشي بدلالة أو سي بدلالة المشتقة ديال أو سي بدلالة إيش؟ المشتقة ديال المشتقة ديال أو سي فلذلك أنا ما عنديش أو سي بدلالة أو آر لا وإنما عندي المشتقة ديال أو سي بدلالة أو آر فلذلك كيخصني نوجد المشتقة عاد كنرجع نمشي نمشي للعلاقات وهي يعني طريقه بسيطه جدا شنو كدير هذه كتاخذو كدير لا ديريفي كامله سي دي دو على دي دو تي ديال اش ديال او ايغال يو سي بلس يو ار لا لو د كدير ليه لا بادون كدير ليه لا لا ديريفي ايكيفالون ثم كتنشر لا ديريفي دي دو او على دي دو تي دي دو او على دي دو تي ايغال

égale UR sur R fois C. Ou qu'on hum? a Et d'un d de U à la d de t H E. A E, constante. La dérivée d'une constante C'est 0. 0 égale. UR, il y a d de uc à la d de t il UR à la RC. Donc UR sur R fois fois C. UR sur R fois fois C. Plus quoi d de ur

Il y a R fois fois I. Ou alors, ici, il y a une I. Quelqu'un I en fonction de la dérivée du UC. Donc, on dit U, la dérivée de UC. Il faut dire que nous allons faire I moins UC. Donc, on fait la dérivée. D2 à la D de T, DLE sur plutôt égal UC plus UR

d c sur d du t que tu i à la c on finit et donc d du c à la d t que tu i à la i sur c très bien donc tu i à la, i sur c y et là, e, u r on u r que tu r fois, fois i quand et quand je la dérivée de l'e c'est zéro qui est une constante c'est zéro égal d c à la d t i sur c i sur c plus d2 sur d2 t dlh dlr fois i dlr fois i les hier u r r fois i r H, est c'est une constante parmi les constantes ou alors qu'est-ce que une dha qu'une dha i ou i est, une est, une est une variable. idem de il les a r qui est constante i qui est variable

اذا كنتمنى ان هاد هاد الخطوات هادو يكونوا يكونوا مفهومين مفهومين عندنا تري بيان الان حددنا ليكواسيون ديفيرونسيل تري بيان وهاد ليكواسيون كتحتاج كتحتاج لحل اذا كيخصنا لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرون دو ليكواسيون ديفيرونسيل دونك الحل ديال ليكواسيون هاد ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيل كيتكتب لينا بصفه عامه على هاد الشكل هذا بصفه عامه خدينا اي فاريابل كيف ما بغا يكون ناخذ مثلا او سي دونك او سي دو تي كتساوي لينا سي ا بلس بي اكسبونونسيال الفا فوا فوا تي بطبيعه الحال على حساب الاستاذ ديالكم نتوما غادي تلقاو اختلافات كي غادي يدير ان بلس غروند ان ميغال اكس بونسي دو بيتيت ان فوا تي مو الفا فوا تي اكس فوا تي إذن ف يعني على حساب الكتابه ديال 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 الاستاذ ديال ديالكم ف يعني هذه يبقى لان ا و بي و بي و الفا سوسون دي سو دي كونستانت وهذه الكونسول حنا كنحطوهم اعتباطيا ولكن الطريقه ديال التحديد ديالهم ولي فالور ديالهم لا تتغير يعني سواء ندير هنا اكس وهنا ايكغيك بحال درت او بي بحال درت ام و ان اكسترا فراه الطريقه اللي غادي نتبعو سوف تكون هي هي نفسها e دونك e e e e او سي دو تي هاد او سي كيتسمى لينا لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسييل ديال او سي وشنو هي ليكواسيون ديفيرونسييل ديال او سي غادي نكتبها لكم هنايا اللي e هي -E او -E ايكال

a et B, A et B, donc constante, constante. ce sont des constantes. Ça va, maintenant que nous avons appris l'équation différentielle de l'équivalent, on va dire l'équivalent de t égale à a plus b exponentielle. De l'équivalent de i, i de t égale à a plus b exponentielle, etc. Donc, les élèves, ces constante. les unités d'eux, elles sont liées à la variable. Par exemple, ici, لونيتي ديال ا وديال بي هي الفولت علاش لان لو فاريابل هو اي سي اي سي الوحده ديالو هي الفولت لو كانت كولون غتكون الكولوم الكولوم لو كانت اي الامبير الامبير اذا في الوحده ديالهم كيتعلقوا لينا بهاد لوفا بهاد لو فاريابل هاد ها دو كونستانت باش كنحددوهم كنحددوهم بجوج ديال الحويجات شكون هما هاد جوج ديال الحويجات نتعرفوا عليهم دونك هذا ا اي بي دونك تعرفنا قلنا على ان ا او بي ا اي بي دو دو كونستانت تري بيان راهم دزنا كاعو نكتبو دونك ا اي بي دونك الان تعرفنا على انهم دو دو كونستانت باش كنحددوهم كنحددوهم بلي كونديسيون انيسيال لي كونديسيون انيسيال كونديسيون انيسيال شنو هما هاد لي كونديسيون انيسيال كيتسماو لينا بالشروط البدئيه بمعنى ا لانستون تي ايغال ي 0 ا t 0 ا t 0 هذ هما لي كونديسيون انيسيال وهاد لي كونديسيون كيتعلقوا لينا بنوع الداره اللي كندرسوا واش بلا شارج ولا لا ولا لا دي شارج واش كندرسوا لا شارج ولا كندرسوا لا لا دي شارج حنا غادي نتعرفوا على كيفاش نحددوا لي كونديسيون لي كونديسيون انيسيال ثم باش كيتحدوا لينا ثاني كيفاش نخدم لي كونديسيون انيسيال غادي تعرفوا ما تزربوش غادي تعرفوا على كل حاجه بلي بلي ديتاي فاش كنساليو من لي كونديسيون انيسيال كنجيو ما يسمى ب لو ريجيم بيرمانون لو ريجيم بيرمانون شنو هو هذا لو ريجيم هذا حتى هو غادي تعرفوا عليه فاش غادي نرسموا له لو غراف هذا لو ريجيم بيرمانون كيتميز لينا بجوج ديال الحويجات ان تي طون فير لانفيني تي طون فير لانفيني هذا من جهه اي ليكسبونونسيال دو الفا تي كتساوي لينا زيرو دونك عندنا جوج ديال الحويجات كيتميزو بهم هاد لو ريجيم بيرمانون ان تي طون فير لانفيني وان ليكسبونونسيل الفا تي غتساوي لينا غادا تساوي لينا زيرو كيفاش انني ممكن انني نحدد او نخدمهم غادي نشوفوا فاش نبي نحددوا ا آه او بي اذا هكذا كنحددوا ا آه او بي الان نشوفوا كيفاش نحددوا الفا آه ولا قبل ما نحددوا الفا آه اجي نحددوا ا او بي نحددوهم الاول عاد نرجعوا نحددوا ونحددوا الفا آه باش نشوفوا كيفاش نخدم او كيف نخدم

Uc égal à zéro. Donc, AT égal à zéro, on a les conditions initiales. K, k de la charge. On a tombe quoi La charge ou la décharge On met dans ces K de la charge. Les conditions initiales. Conditions initiales. Conditions initiales. Donc, AT égal à zéro. Rien. Qu'est-ce qu'on a Uc de zéro égal égal à zéro volt.

plus u r de 0 لانهم سوسون دي فاريابل او سي مع او ار فلذلك درت لهم هنا ا لانستون تي ايغال ا زيرو ا لانستون تي ايغال زيرو ولكن او ما درتهاش علاش لانها بارمي لي لي كونستون هذا شحال كيساوي لينا كيساوي لينا زيرو اذا او ار شحال غتساوي لينا او ار ا لانستون تي ايغال ا زيرو غتساوي لينا او كتساوي لنا القيمه القيمه ديال او ثم اي عندنا اي او ار UR à l'instant T égale à 0, égale à R fois I de 0. Et donc, il abrite I de 0. UR de 0 divisé par R. Donc I de 0, Retseoulina à la, U, على U على R. Donc, regardez les conditions initiales. Le cas de la, de la charge. Dans le cas de la, de la charge. Attention, comment ce N dans les variables. À dommages les conditions initiales. Je vous le cas de la décharge. Cas de la de la décharge. le Cas de, le le de la décharge. Décharge. Les conditions initiales. À l'instant t égal à zéro, à c'est e. On c fois e.

الله ان كونتينيو قلنا ان هنا غتعطينا لنا ان هنا غتعطينا زيرو لان او ناقص ناقص او ايه. واذا كانت غتساوي لنا لكنت... زيرو نشوفوا الان يو ار اه باردون 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 درت هنا واحد لاف واحد الفوت ان لا لو دا تي في تي فهاد الحاله غادي غادي كيساوي لنا زيرو لا لو دا تي في تي ديال ديال هاد السيركوي ساكو باردون ديال هاد لو ساكو ديال لا ديشارج لو دا تي في تي غادي يساوي لنا هنا فهاد فهاد لو سيركوي اللي من هنا ما عنديش او Il y a un générateur. Il y a un R ou un C. Il y a un UC plus UR égale 0. C'est la loi d'additivité de l'Had, de l'Had du circuit. Il y a un UR, autre, moins E. UR égale moins E. Et quand l'Er égale à moins E, il y a un I égale moins E sur R. Donc, il y a des conditions initiales. Très bien. الان نحددو ا و قبل ما نهضر على الفا اجي نحددو ا اجي نحددو ا و بي الوغ ا تي ايغال اللي هما لي كونديسيون انيسيال دو اللي هما UC سي دو زيرو ايغال علاش دابخي لي كونديسيون اللي كنا شفنا في لا في دي شارج. قلنا على ان uc او نكتبو هنا او دي هنا UC دو و اي دو زيرو ايغال 1

Renemche ou l'expression. Hé à la donc c'est a plus a b alpha fois t. t égale à 0. Alpha fois 0, c'est 0 exposé de 0. C'est 1 fois b, c'est est b. Donc d'après l'expression. Expression. Donc d'après l'expression. Donc on a d'après l'expérience ou d'après l'expression. Très bien. Alors. الان هادو متساويين دونك ايكيفالون كو ا اى. بلس بي ايغال ا زيرو ايكيفالون كو بي ايغال ا موان ا بي ايغال موان ا دونك هاد لي كونديسيون انيسيال مكنوني باش انني نحدد العلاقه ما بين بي وما بين وما بين ا يعني الا لقيت وحده راني لقيت لقيت الاخرى كيفاش غادي نلقى الان وحده غتلقاها بلوغيجيم بار لوغيجيم بيرمانون كنجي الان لوغيجيم بيرمانون Ça veut dire à tête envers l'infini. À tête envers l'infini. On a exponentielle alpha t égale 0. Ah ouais exponentielle alpha t égale à 0. On dit là. -hanna. U, c de l'infini. U, c de l'infini. Ça veut dire à l'instant tête envers l'infini. Qu'est-ce a B exponentielle. 4. exponentielle. cest B fois 0, c'est 0. Ou A, c'est une constante. مزيان سي تون كونستانت ولكن هذا لا يعني اننا حددنا ا لا مازال ما, ما حددناهاش لان قلنا على ان او في لانفيني انها كتساوي لنا كتساوي لنا ا اذا كيفاش غادي نحدد ا كنمشي ليكواسيون ديفيرونسيل اللي هي هذه لهاد ليكواسيون ديفيرونسيل ثم فين ما لقيت او سي كنعوضها باش تري بيان كنعوضها ب ا نشوفوها الان الوغ

دونك ملي ا ا او شحال غتساوي بي اي بي ايغال موان او دونك سي كوم سا اون ديتيرمين ا ا اي بي دونك ها لي كونديسيون انيسيال حدد لي العلاقه ما بين ا و بي و لو بيرمانون حدد لي القيمه او وي القيمه ديال ا ولا ليكسبريسيون ديال ا واستنتج ليكسبريسيون ديال ديال بي تري الان نكتبوا لا نوفيل اكسبريسيون او سي دو تي غادي يولينا على هذا الشكل هذا او سي دو تي كتساوي لينا او اللي هي ا موان او مو اللي هي بي اكسبونسييل فو الفا فوا الفا فوا تي لا شنو بقى لينا بقات لينا الفا الفا ها هوتي الان نجي نحددوا الفا الفا كذلك كونستونت كونستونت لا ديمونسيون ديالها بمعنى الوحده ديالها لا ديمونسيون ديال الفا كيساوي لينا تي موان زان علاش لان ليكسبونسييل سون يونيتي ما عندوش وحده الا كانت ليكسبونسيال ما عندوش وحده فكيخص حتى هذا الاس ما خصوش يكون عنده الوحده تي عندها الوحده اللي هي سكوند مثلا اذا الفا خصها بالذره تكون سكوند موان موان زان الا كانت هذه بالمينوت المينوت موان زان ملي سكوند ملي سكوند موان زان فلذلك قلنا تي موان تي موان زان هذا هو لا ديمونسيون ديالها وباش كنحددوا هذا الفا كنحددوها باش بلو غومبلاسمون ديال هاد ليكسبريسيون جديد اللي لقينا بعد ما كتحدد ا او بي بمعنى الفا ما كتحددها حتى كتحدد ا أو, او بي دونك هاد ليكسبريسيون اللي لقينا كتجي كتعوض فليكواسيون ديفيرونسيل دون لو ريجيم ترانزيتوار فكنكتبو هنا دون لو ريجيم ترانزيتوار دون لو ريجيم ترانزيتوار غادي نتعرفو عليه ترانزيتوار Dans le régime transitoire, on n'atteint pas tant vers l'infini. Mais quand on a l'infini, on a l'exponentiel de alpha t différent de 0. Pour le permanent, l'exponentiel est égal à 0. Transitoire, l'exponentiel est différent de 0. Très bien. Et dans le n, on peut dire que l'expression est différente de 0. Même si on a l'exponentiel. On peut dire que l'exponentiel de αt est الفا تي بيان اذا عندي او سي ها هو دي ولكن هنا عندي لا ديريفي ديال او سي ملي عندي لا ديريفي كنفضل انني ندير لا ديريفي يلا نحسبوها الان دي دي او سي على دي دو تي كتساوي لنا سي دي على دي دو تي فاكتور 2 شنو هو او سي اللي هو او e ناقص او اكسبونونسيال الفا فوا الفا فوا تي ثم الان كندير النشر اللي هي دي دو او على دي دو تي ناقص دي على دي دو دي تي ديال او اكسبونونسيال الفا تي فاش كندير النشر ديال لا ديريفي ديري على على لا سوم ولا على ولا على لا سوستراكسيون اما البرودوي كنخليه مجموع هاد او ات كونستانت كونستونت وكاينه بوحدها ما معنى كاينه بوحدها غادي تعرفها بعد قليل كتساوي لنا زيرو ناقص هاد او اشكون كونستونت واش كاينه بوحدها لا شكون معاها فاريابل ملي كاين مع فاريابل فيها كتخرج لينا اللي هي e او دي دو ليكسبونسييل الفا تي على دي على دي دو تي اذا هنا او e كتساوي لنا زيرو ولكن هنا كتخرج لان هذه كاينه بوحدها وهذه كاين معاها فاريابل فكتخرج لينا من لا ديغيفي وهذه كتعطي لينا سي موان او e فوا الفا اكسبونسييل الفا تي كما كنا شفنا في النوكليير ان لا ديريفي دي اكسبونسيال الفا تي اذا شنو كدير كتحيد غير الفاريابل اللي هو الزمن هو اللي كتحيد والفا كتنزلها ثم كتعاود تكتبها كيفما كما كيف هي اكسبونسيال الفا ألفا تي ثم الان نجي نعودوها غادي نلقاو اييغال او ناقص او اكسبونسيال الفا تي ناقص ار في سي هنا شنو انتم شوفوا علاش درنا موان دونك او ايغال او لي هي او موان او اكسبونسيال الفا تي بلس ار سي فوا فوا موان دونك ملي يعني الضرب هاد الموان غتجي مع البلس غتعطي لينا موان ثم بلا ما ندير الاقواس اللي هي الفا فوا او اكسبونسيال الفا اكسبونسيال الفا تي تخي بيان ثم انا كنقلب على الفا اذا غادي نحاول ما امكن انني نديرها واحد الجهه بوحدها غادي ناخذ هذا كامل وغادي نرجعو لهاد الجهه من هنايا هذا كامل دونك نيجاتيف غادي يولي بوزيتيف ايكيفالون كو ار فوا سي فوا الفا فوا او اكسبونونسيال الفا تي كيساوي لينا او ناقص او اكسبونسيال الفا تي ثم هاد او عندي فهاد الجهه موجبه غترجع الجهه اخرى تولي سالبه هاد او هي هادي وهادي هي هادي ثم هذا رجع لهنا ولا نيجاتيف ثم هذا رجع لجهة أخرى ولا ولا بوزيتيف ثم أنا عندي أو مع أو غتمشي لينا هادي أو مع أو غتمشي فغادي نلقى ألفا إيكال شو غادي يبقى لينا هنا موان أو إكسبونسيل ألفا تي ديفيزي با إر فوا سي فوا أو إكسبونسيل ألفا ألفا تي يا أون فا سامبليفي أو Et E, exponentielle, et exponentielle, au choix de c'est moins 1 sur R fois C. Très bien. Donc c'est comme ça, nous avons déterminé R. À plutôt, c'est alpha. Vous faites l'expression générale maintenant. UC de T égale CE moins E, exponentielle, alpha, il y a moins 1 sur RC. fois fois تي très bien donc c'est اللي غادي يعمل غادي يعمل ب ممكن نديرو التعميل هنا ب E va factoriser par e donc e facteur 2 1 moins ثم نسد القوس e moins ناقصي كيما سا كنحدو لي فاريابل وهاد الطريقه اللي وريت ليكم كديرها مع اي فاريابل كيف ما بغى يكون سواء o c سواء qon سواء i سواء u -R.

La solution de l'équation différentielle, de l'équation que l'on c'est très facile. Donc expression du coulomb du t. ce que je vais faire du t égal C fois uc. On dit C fois uc de t. Et le sujet un Il a C, est c est fois E facteur de A moins exponentiel moins 1 sur RC fois T. t. Très bien. Donc, on va l'expression. Très facile. Il a qu'à I de T. L'expression de l'I de T. Quelqu'un a que c'est un à la déducteur. à la فكندير لها هذه لا ديريفي كندير لها لا لا ديريفي نشوفوا الان نديروا لا ديريفي سي فوا او سي اون كونستانت هذا لا يعني انها تساوي صفر لا بمعنى مادام عندي هنا لا فاكتوريزاسيون فما الافضل اللي كان كيتلف لا ديريفي يحاول يدير هذه ها الطريقه هذه كولون دو تي كتساوي لنا سي فوا او فوا واحد كينشرها سي فوا او ناقص سي فوا او اكسبونونسيال موان 1 سور ار سي فوا فوا تي

ثم لا ديريفي ديال هاد ليكسبونسيل شنو هو قلنا كتخلي غير الزمن وكتنزل ما تبقى اللي هي ناقص واحد على ار سي ثم كتعاود تكتب ليكسبونسيل كما هو كما ثم لو مو فالو مو سي بلس ثم سي مع سي غتمشي فتعطينا او سوغ ار دونك او سوغ ار اكسبونسيال موان زان سور ار سي فوا تي دونك سي كوم سا نجيو لهنا عاودوا لي الزمن بصفر اي دو زيرو شحال غتساوي لينا غتساوي لنا او على ار اكسبونسيل موان زان سور ار سي فوا تي تي زيرو زيرو فوا هادي زيرو اكسبونسيل دو زيرو سي ان فوا او سور ار دونك اي دو زيرو كتساوي لنا او على ار ها هو دي اي دو زيرو كتساوي لنا او على على ار سي لا كونديسيون اني انيسيال الان قالك ديال او ار اذا نحاول الان باش نحددو معاكم كاملين الان ديال او R du R de T. Qu'est-ce qu'on a R Fois I2 fois I de T. Donc, qu'est-ce qu'on a R fois E sur R exponentielle moins T sur R fois C. Tout simplement. Il y T fois, T. Donc, on va simplifier par R et R. On va E exponentielle moins T sur R fois C. Très bien. Donc, c'est comme ça On détermine. J'ai mis les expressions. كيف ما حددنا جميع لي زيكواسيون ديفيرون ديفيرونسيال دونك نتمنى ان الشيء يكون يكون واضح ويكون مفهوم تري بيان الوغ الان اون بارل سور اوتر شوز شنو هو اوتر شوز ناخذ هذا هاد ليكسبريسيون هذا وغادي نحاولوا اننا نديروا لو غراف ديالو لو غراف نتعلموا الان كيفاش انني نرسم لو غراف سوا في لا شارج سوا في لا في لا ديشارج <applause> كما قلنا لحد ما مازال ما هضرناش على لا ديشارج ولكن شوفوا الان كيفاش انني أرسم هاد رسم هاد لوغراف ولا قبل عفاكم أرسم لوغاف غير نمشي شوي شويه على لا 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 الان هاد قطع التير اللي عندي هنا رجع ليا الجهه الاخرى رجع ليا لا بوزيسيون لا بوزيسيون 2 لان ما بقيتش كنشتغل على على لا شارج وانما بقيت كنشتغل على لا على لا ديشارج تري بيان دونك بالنسبه لهذ بالنسبه لهذا La loi d'additivité qui est ce à notre check là. La loi 0 égale à UC plus R fois R fois C. Très bien. Donc c'est ça la loi d'additivité des temps de tension. Donc c'est la décharge. Pardon. La décharge. Donc UC plus UR. يغال، pardon، يغال pardon ايغال ا زيرو دونك هذا هو هذا هو لا لو سي سي وي ار الان بغينا لي زيكواسيون نفس الطريقه لا تتغير شنو هو المتغير اللي غادي يكون غير تما كنا كنلقاو أ, ا ولكن في هذه الحاله عندنا ايغال

أه، كناخذ هذه اللي هي او سي بلس او ار اللي هي ار سي دي دي او سي على دي دي تي ار فوا سي, سي, سي دي دي او سي سور دي دي تي تو سا ايغال ايغال زيرو الحل ديال هذه كيتكتب على الشكل التالي اللي هي ا لوطو الحل ديالها دي اللي دي دي هو او سي دو تي يعني فقط غادي يكون واحد التكرار تكرار داك ديال داكشي كامل اللي درناه فلذلك Donc, les détails donc uc de t a, dit, a plus b exponentielle alpha t pas rafine, donc les conditions initiales a t égal à 0. on a uc de 0 chaque tête c'est oui 0, non il égal à e ah ouais de e Thoom, uc de 0, d'après l'expression il y a plus b a plus b il a on a a plus b égal à e a plus B égale à E, qui est très ruiné les conditions initiales. L'un 1 a tête envers l'infini. Rinssme a tête envers l'infini, il y a une exponentielle alpha t égale à 0. UC de l'infini égale CA plus B fois 0, il y a une indication 0, C0 est identique à A qui est constante. Je ne peux que dire que j'ai fait l'équation différenciée. Il n'y a qu'un Donc, il y a A plus R fois C, D de A, elle D de T égale à 0. A, c'est une constante. Donc, donc la dérivée est égale à 0, fois RC, c'est 0. Donc, A va te 0. Très bien. Donc, A est 0. Et quand A est égal à 0, donc, B chalat seuliner E. Alors, B est égal à E. Très bien. اذا ليكسبريسيون اللي لقينا الان هو ان او سي دو تي ايغال بي اكسبونسييل بلوطو او لان لقينا بي اللي هي او e اكسبونسييل الفا الفا تي الان بينا حدو الفا كنعوضوها في ليكواسيون ديفيرونسييل كندير لا ديريفي لا ديريفي دي دي سي على دي دو تي شحال اللي هي او كونستانت غتخرج فوا الفا فوا اكسبونسيال الفا الفا تي وكنجيب كنعوضها هنايا اللي هي او سي ولا اللي كتعطي لينا نعطيكم طريقه ابسط وبسيطه جدا اللي هي او كتساوي لنا بلوطو او أه فوا اكسبونسيال اللي هي او سي دونك اللي هي الفا فوا او سي او سي دو تي لان او اكسبونسيال هي هادي هي او سي دونك هادي الفا الفا فوا او سي كنعوضها هنايا الوغ او سي بلوس R fois C fois alpha fois UC égale 0. Égale 0. Cette UC se réunit de nouveau R fois C fois alpha fois UC égale moins UC. Elle se réunit de nouveau ici. Sommet alpha égale, c'est R plutôt. C'est UC moins UC plutôt, moins UC sur R fois C fois UC. UC. Et on va simplifier par UC, UC, y UC y a moins 1 sur R fois C. Donc, le rapport à l'alpha ne change pas. Soit la charge, soit la, la décharge. Très bien. Et de il y a l'expression. Il y a l'expression. Soit de la charge, soit de la décharge. Je vais vous dire le mot qui fait le graphe أنا بور لا شارج أنا بور لا بور لا ديشارج غادي نحاول اننا نديرو في لا سوا في لا سوا في لا ديشارج نتراسيو لا لو غراف ديال او سي وديال اي ديال او سي وديال اي وانا اخترت هاد جوج فقط علاش لان او سي مع العلم ان عندنا اربعه لان او سي كتشبه لينا كولون او اي كتشبه لينا او ار يعني داكشي اللي غندير او سي هو اللي غندير الكولون بحال بحال سوا في لا سوا في لا ديشارج وداكشي اللي غندير الاي ولا غنديرو بالنسبه لي ار سوا في لا سوا في لا في اذا الان حطيت لي قدامي لي زيكسبريسيون لان مي ماكاينش ترسم شي غراف سان زيكسبريسيون اذا الان شوفو الان حطينا لي زيكسبريسيون قدامنا كنجي اول حاجه كديرها كتحسب ا تي ايغال ا زيرو ا تي ايغال زيرو يو سي دو زيرو شحال كتساوي لينا ثم ا تي ايغال ا زيرو ا تي ايغال زيرو اي دو زيرو شحال كتساوي ثم ميم شوز

صفر على ار سي صفر اكس بوس دو زيرو ان واحد ناقص واحد صفر فوا او صفر اذا زيرو يعني ان لا كورب غادي يبدا ليا من هنا من هنا غادي يبدا لينا لا كورب من صفر نجيو لهنا زيرو على ار سي سي زيرو اكس بوس دو زيرو سي ان فوا او سي سي او يعني ان لا كورب غادي يبدا لينا فواحد القيمه اللي هي اللي هي او اللي هي هادي لا فالور او دونك هنا غادي يبدا لينا هنا غادي يبدا لينا لا كورب ها هو هنا غادي يبدا لينا لا كورب ثم هذا ا تي ايغال زيرو نحسبوها زيرو على ار سي سي زيرو اكسبونسيو دو زيرو سي ان دونك سي او سور ار او سور ار وكنجي لهنا وكنحسب هذه وكنشوف القيمه الموافقه لها اللي هي هذه او سور ار دونك لا كورب غادي يبدا لينا من هنا من هنا غادي يبدا لا كورب ثم هنا اي دو زيرو صفر على ار سي سي زيرو اكسبونسيو دو زيرو سي ان سي موان او سور ار يعني ان لا كورب غادي يبدا لينا من موان وانتبهوا هنا كيفاش رسمت هاد لو روبير ان ملي هنا عنده دي سي مو يعني ان عندي شي قيم سالبه بمعنى غادي يكون لتحت دونك هو ناقص او سور ار ناقص او سور سور ار ثم تي فينال كنحدد واحد تي فينال هنايا تي فينال وهاد تي فينال سي لو طون نيسيسير بور لا شارج او لا ديشارج كومبليت سوا سوا لا سا... سوا لا شارج بلوتو سوا لا سوا لا ديشارج كيتسمى لينا تي تي فينال وهاد تي فينال اللي خديتيها اربيتريمون مادام ما عطاكش السلم فكت فكت حطها باش غادي نعرف التي فينال غادي نعرفوها بعد هاد لو تراساج دي ديكو ثم نفس التي فينال كتاخذاني عطيه نفس التي فينال ثم انا التي فينال ثم حتى انا كذلك التي فينال ثم كتجي كتحسب ا أت... تي طونفير لامفيني لو ريجيم بار تا... بيرمانون عندنا اي سي

لان يعني اذا بغيت نتراسي هنا لا خديت دو بوان في الصفر وفي لا في لانفيني سافو دير بيرمانون اي دو لانفيني كيساوي لينا زيرو يعني لان ليكسبونسيال زيرو ثم ا تي طون فار لانفيني سي اي دو لانفيني حتى هي كذلك زيرو تخي بيان شنو كنعنيو بهادي قال لك ا تي طون فار لانفيني فراه غ... غتساوي لنا او أه. ولانفيني بمعنى لوريجين بيرمانون كيبدا لينا من تي فينال ، أنا عندي القيمة او ها هو القيمة او بمعنى القيمة القصوية فكندير لو بوان دانترسيكسيون ما بين تي فينال وما بين او يعني ان انطلاقا من هاد لو بوان تيبدا عندي لو ريجيم بيرمانون لو بيرمانون هو هذا كنرسمو اون دغوات كونستونت اون دغوات كي كونستونت كوم ثم هنايا كيكون عندي سو فورم اكسبونونسيال دونك سي كوم سا تخاسينا لو غراف ثم هنا في الانفيني قال لي في تي فينال زيرو دونك هنا في الزيرو بادي هنا ثم في تي فينال غادي يكون هنا دونك تكون عندنا اون فونكسيون كي ديك كروسونت تري ثم من بعد غادي يكون عندنا هذا الشكل هذا ثم هنا على انستون تي ايغال زيرو سي او سور ار في تي فينال سي زيرو دونك سي كوم سا لو تي فينال غادي يبقى لينا كونستونت ثم بادي لينا من ناقص ثم غادي يطلع لينا حتى حتى الزيرو ça c'est 0 très bien comme comme ça donc va كنرسم لي que les ثم عندنا هذا هو اللي كيتسمى لو ريجيم ترانزيتوار وهذا لو ريجيم بيرمانون ريجيم ترانزيتوار ريجيم بيرمانون ابتداء من هنا ثم ريجيم ترانزيتوار ريجيم بيرمانون ميم شوز ريجيم ترانزيتوار ريجيم بيرمانون دونك كنتمنى ان هذا الشيء يكون يكون واضح الوغ اون باس اوتر شوز غادي نمشيو للطو واخا نحيدو علينا هذا ونخليو هذوك الفوق لان غادي نحتاجوهم في المثال ديال واحد لا غوندور اللي غادي ندرسوه اللي غادي نقول لكم الان لقينا واحد الفا لقيناها اللي لقيناها كتساوي لينا الفا كتساوي لينا سي موان زان سور ار فوا سي قلنا ان الفا لا ديمونسيون ديالها هي تي موان زان اذا ار سي لا ديمونسيون ديالو هو هو تي علاش <سؤال> <سؤال> لان ار فوا سي غاتسوي لنا ناقص واحد على الفا غنبدلو من البلايص هذه لا ديمونسيون ديالها هي تي موان زان دونك لا ديمونسيون دو ار فوا سي 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 لو طون سي لو لو طون بما ان عندنا الوحده ديال الزمن هاد لو برودوي ار سي بارمي لي كونستانت اي سي بارمي لي كونستانت Le produit, c'est une constante. L'unité, une c'est l'unité de temps. Donc, c'est une constante de temps. Donc, c'est une constante de temps. Donc, par définition, c'est quoi la constante de temps C'est le temps nécessaire pour la charge ou la décharge

لا شارج، لا شارج،, شارج و في لا ديشارج، أو سي سبعة في من أو سي ماكس، لا خاصة لا لأن باش نمشي من صفر حتى لطو، كيخصو يعمر بثلاثة في المية. وباش نمشي من مية لان هنا في لا ديشارج عندي لا فالور ماكسيمال باش نقص منها 63% اش غادي يبقى لينا 37 37% والا بغيت القيمه ديالها سي تري فاسيل الا كان عندي لا شارج كنجي كنحسب 63% اللي هي 0.63 او ثم كندير لا بروجيكسيون على لا كرب ثم لا بروجيكسيون على لو طون وهنا كنلقى طو والا كان عندي لا ديشارج كنجي 37% كنحسبها كندير 0.3 37 فوا او ثم كندير لا بروجيكسيون على لا كورب بي لا بروجيكسيون على لو طون وكنلقى وكنلقى دونك بهذه الطريقه غير كي نعرف واش لا شارج ولا لا لا دي شارج دونك بلا شارج 0.63 فوا او كنسقط على لا كورب ثم على الزمن ثم لا دي شارج 0.7 0.37 خلينا الوغ الان تعرفنا على طو قلنا ان طو كتساوينا ار فوا ار فوا سي الأهمية ديالها باش كتفيدنا هاد الطو هادي كتمكن لي باش أنني نحدد التي فينال هاد التي فينال اللي قلت لكم هاد التي فينال إلا بيت نعرف شحال كتساوي يكفي أنني نعرف الطو علاش شناهي العلاقة اللي كتربط بيناتهم هي خمسة فوا خمسة فوا أن التي فينال كتساوينا خمسة د المرات طو تخي بيان أو طو كتساوي لنا سي خمسة فوا إر فوا فوا سي إر فوا سي الأنجيو قلنا ان تي 2 كتساوينا 5 طو و تي كتساوينا 5 فوا ار فوا سي اذا هذه اتفقنا عليها الا بغيت تي فينا يكفي انك تعرف طو وتضربها في 5 وتحدد تي فينا بمعنى الا كان طو كتساوينا جوج سكوند شحال تي فينا 5 فوا جوج اللي هي 10 10 سكوند شنو كتعطينا 10 سكوند 10 سكوند هي المده الزمنيه للشحن الكلي او التفريغ الكلي ديال لو كوندون ديال لو كوندونساتور نجيو ل التاثير ديال ار و سي الا إيه غيرنا ار ولا غيرنا سي هادو هادو غيرناهم زدنا في القيمه ولا نقصنا في القيمه واش غتغير إيه لنا تي فينال اذا هنا كنلقاو ان تي فينال سو فاري انفيرسومون مع ار و سي بمعنى الا تزاد لينا ار شنو غادي يوقع تي فينال كذلك غادي تزاد الا تزاد ار غادي تزاد لينا غادي تزاد لينا تي فينال الا زدنا في القيمه ديال ار ففي طبيعه الحال غتزاد لينا في القيمه ولا نقصنا في ار غتنقص لينا القيمه ديال القيمه ديال تي تي فينال ونفس الشيء الا زدنا في لو كوندونساتور سي زدنا فيها فكذلك التي فينال غادا تزاد و نقصنا في التي فينال بلوطو في سي فكذلك تي فينال غادي تنقص اذا تنقولوا ان تي فينال سو بروبورسيونيلمون مع R و R و C سي بيان نجيو الان لاناليز ديمونسيونيل ديال ديال هاد الطو هادي لاناليز ديمون ديمونسيونيل طريقه اخرى باش انني نحدد الطو ممكن انه يعطي لي لا طونجونط لا طونجونط على الانستونتي ايال زيرو هو هذا لا طونجونط تي الانستونتي ايال زيرو اشنو كندير الا عطالي هاد لا طونجونط كنحدد التقاطع بينه وبين هاد الفيرتيك بلوتو لوريزونتال كي باس بار او اه. هاد النقطه هادي ثم كندير لا بروجيكسيون على 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 الطو ويلا عطاك في هذه الحاله أعطيك لا دي غادي يعطيك لا طونجونت اذا في التقاطع ديال لا طونجونت مع الزمن هو هو طوب اذا طو ممكن نحددها ب 0.63 في لا شارج 0.37 في لا أو بيان بلي بلي طونجونت ان انستون تي ايغال ان انستون تي ايغال ان انستون تي ايغال زيرو <تصفح> نجيو لالطو ونديرو لها لاناليز ديمون ديمونسيونيل باش كيفيدنا ها لاناليز ديمونسيونيل قلنا على ان طو كتساوينا ار فوا سي او طو كتسمى لينا كونستانت دو يعني ان الوحده ديالها وحده الزمن كيفاش انني نتحقق انه فعلا الوحده ديالها الوحده ديال الزمن مع العلم انني عارف ان ار الوحده ديالها هي الام وان سي الوحده ديالها هي الفراد واش الام في الفراد كيعطي لينا السكوند نشوفوها نكتبوا قدامنا طو égale à r fois r fois c l'analyse dimensionnelle de tout et c'est oui l'analyse dimensionnelle de r fois c l'analyse dimensionnelle de r fois c ou l'analyse dimensionnelle de r fois c l'analyse de produit c'est plutôt la dimension de produit c'est le produit des dimensions بمعنى لا ديمونسيون ديال ار فوا سي ولا لا ديمونسيون ديال ار ولا ديمونسيون ديال ديال سي نجي ل لار هاد ار في العلاقه اللي تما فاش كن فاش كنلقى كنلقى في او ار اللي كتساوي لنا ار فوا فوا اي هذه هي او ار ايغال ار فوا فوا اي مزيان فاش كنهضر على لاناليز ديمونسيونيل ما كيهمنيش او ار هاد لا طونسيون ديال من ديال لو كوندكتور اوميك واش ممكن هاد او ار تقول لي ديال لو كوندونساتور لا

نجيو الان إيه سي سي كنلقاو في هذه العلاقه هادي اي كتساوي لنا سي فوا دي دو سي على دي دو تي اي كتساوي لنا سي فوا دي دو سي على على دي دو تي مزيان نجي الان لاناليز ديمونسيونيل لاناليز ديمونسيونيل هذا اش يكون ان طونسيتي دو كورون اذا نعطيه اي كبيره سي دي دو سي اش يكون فارياسيون دو طونسيون لا فارياسيون دو تغيير كيعطي لنا توتر اذا هذا كامل C'est une tension. Il donne la U. D de TH variation de temps. Ou la variation de temps, c'est un temps. Il donne la T. donc c'est égal c'est I fois T sur U. Sur U. Très bien le 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 produit. Donc la dimension de taux égale, c'est U sur I fois I fois la dimension de temps sur la dimension de U. Et on va simplifier par U et U, et I et I, et elle reste la dimension de temps qui est égale à T. Donc la constante de temps, taux, il a une dimension de une dimension de de temps très bien voilà on va une dernière chose l'énergie emmagasinée dans le condensateur énergie énergie emmagasinée emmagasinée dans le condensateur dans le condensateur elle énergie là لا فورم ديالها سي اون الكتريك فلذلك غالبا كرمزو ليها اما ب او او ولا او سي الا او او سا فو دير انرجي الكتريك ولا او سي لينرجي دو لينرجي دو كوندونساتور كتساوي لينا سي ان دومي فوا سي فوا او سي او كاري هذا هو التعبير العام التعبير العام ديالها او كتساوي لينا كذلك واحد على جوج فوا كولون او كاري على سي كنعوض أو سي بهذا كولون على سي ثم اللي هي كولون أو كاري على سي أو كاري ثم سي فو على سي أو كاري C. سي سي تبقى لنا في التحت اللي هي كولون أو كاري على كولون أو كاري على على سي تري بيان الآن هاد القيمة هادي هاد القيمة أو e, سي ولا أو e, أو e, غتكون عندنا ماكسيمال بمعنى غتكون ماكس قيمة قصوى إلا كانت عندنا أو سي كتساوي لنا او سي ماكس القيمه القصويه ديالها وشنو هي القيمه القصويه اللي ممكن تاخذها او سي اللي هي او سي لا فالور ماكسيمال كما شفنا في لوغراف الى رجعتوا لوغراف غتلقاو لا فالور ماكسيمال سي سي او دونك او سي ماكس كتساوي لنا 1 على 2 فوا سي فوا او او كاري وهادي ما كتكون ماكسيمال الا في لو ريجيم بيرمانون في لا شارج في لو كا دو De la charge, فقط. et il y ce qu'on dit maximal, ou bien à l'instant t égal à zéro, la décharge. Donc, quand je dis le huit, j'ai dit qu'est-ce qu'on max régime permanent d'y la charge ou l'état initial d'y la, la décharge. Donc, c'est ça pour, pour ce cours, et j'espère que كل شيء أنه يكون واضح ولو فهمتوا شيء حاجة فبيني وبينكم التعليقات مع متمنيتي لكم به بالتوفيق